فيكم من جديد في برنامج حالي معنا سبيسيال رمضان. قصة اليوم غريبة زوز. عسيمة شيف محمد. عسيمة مرحبا بك. بهي هي اسمها غريبة زوز. غريبة زوز. ولا كعابر بالزوز. ولا كعابر بالزوز. المهم هي أباز دو دونوا اللي هي زوزة. بيه. سميوها كيما نحبوا كيما يحبوا السادة المشاهدين يسميوها يسميوها. نشوف المقادير وبعد نرجو. بيه. غوزيت غريبة زوز 200 غرام زوز 200 غرام سكر محور 20 غرام سكر عادي نستحقوا أبيض تاع عظمة 20 غرام زبدة 30 غرام فارينة ومغرفة متاع طاولة مزهر. بهي ريتك حضرت زوز شفتك رحيته قبيلة دونك تحبوا ما تعملوش مرحي على الاخر ما دو فاسون يدا كونكاس كونكاس بشاتي تقرميش عم بعتي باهي وخليت كعب زوز للزينه الزينه من فوق نزينوا بها وذوبت الزبده زبده ذايبه عن السكر جلاس اللي هو سكر غبره الماء الماء زهر شويه سكر احر زاد كيف كيف بشاتي الحليب العادي وشويه فرينه بشاتي باش تلم البات بشاتي كورم والعظم بون العظم باش ناخذوا نستعملوا البلون دوف نتاعو مش عظم كامل لا مش عظم كامل جوست ابيض هكا هاو كعب ابيض نعمل كلاريفيكاسيون نتاعها نسيسوها العظمه في التكسير نتاعها باش هكا يهبط الابيض هكا هاو نعمل كلاريفيكاسيون نتاعها اللي هو عباره على سيباراسيون ما بين الابيض وما بين الاصفر الاصفر نخليوه هذا احنا سحقينا عظمه بركه هذاك شنو حاجتنا علاش باش تعطينا اللمه من بعد تيلي في في البات نبداو نخلطو نحطو الزوزه نتاعنا نحطو معها السكر كيف كيف مش برشا باش تديش حلوه برشا باش ما تديش حلوه يعطيك الصحه خاطر باش ما ننساش باش نحطو معها شويه سكر احرش السكر العادي نتاعنا دور لي السادة المشاهدين راهم مستانسوا بلي روسيت من غير سكر نتاعنا والا نقصين سكر حطينا سكر محور نوا كونكاسي زدنا سكر عادي سكر سمول حط شويه ماء زهر والفارينة ابري مغرفه نتاع قهوه شويه عينك ميزانك باش تلم كيكا البريباراسيون وكيكا تنجم يظهر لي تكعبرها بعد يعطيك الصحه دونك شويه زبده مش برشا كيف كيف شو هو راهو تحط شويه وتشوفها ماذا كان زاد شيحه برشا تنجم تزيد يعطيك الصحه تنجم تزيد اي طبعها كيف كيف كجات كيسر معناتها تدخل ليكيد وما بولا برشا تنجم تزيد شويه فارينه وشويه زوز يعطيك الصحه دو فاسون كي تلمها تكعبرها في ديك دونك تلقاها كلها ملمومه تحس بها فوالا هون باش نزيدوها شويه فارينه نزيدوها شويه فارينه يعطيك الصحه قوليش كهو ما هذيك هي البريباراسيون هذيك هي البريباراسيون باش نكعبروها ونطيبوها كعبروها ونطيبوها شو في الفور ولا كيفاش؟ نطيبوها في الفور اي الفور الفور كالعاده نحطوه في 150 ونشوفوها شيحت صاي وقتها نخرجوها تفوري شويه المشاهدين باش هذي البات نتاعنا كيفاش حاضره نجيو هوني نستعملوا مغرفه مش جاريه شويه لا هكيكا بيه هكيكا تجي هكيكا مستحسن هكيكا طاب طبيعة كيما العادة نستعملوا بلاكا نتاعنا اللي هي تكون عليها بابي سلفانيزي باش ما تشدش البريباراسيون دونك تحط نخدموا كعبر نتاعنا هذا كان اصغر شويه ميسيال شو كي بعد كل واحد كيفاش يحب نجموا باش نعملوا برشا موديلات احنا نبداو من الكبير ونصغروا سير على الاخر هذيا توا عملناها توا فيسا فيسا معناتها ما طلبنيش برشا وقت ما تشدش برشا وقت هي جوست المهم في الفور تشيح تاخذ الشيح نتاعها تاخذ غرضها في الفور وفي الزينه من بعد اللي توا نشوفوا كيفاش نزينوها زيدا باش نحطوا كعبه زوز فوق كل كعبه اي احنا عملنا كونتيتي شويه باش نوري مشاهدينا كيفاش نحضروا طريقه سهله برشا الكعبر بزوز
ولا غريبة زوز ولا غريبة زوز طبعا كمان نجمة معتها الكونتيتي تزيدها دوبل انت شو هو تحب؟ هو كل واحد كيفاش يحب في الدار راهو انت والنمبر نتاع العبيد اللي مستدعيهم وانت والاشخاص معناها اللي في الدار معك نجم تعمل حتى الكميه تضربها في اثنين في ثلاثه في الاربعه ايه وتبارك الله الشعب التونسي ماهوش ناقص في الحساب نجم نحسبوه ويحب حاجه الحلوه والبينة يعطيك الصحه نشوفوا البريباراسيون تاعنا كيفاش كملناها توا كملت سيء حطوها في الفور قلت لي درجينا كيكا ما عنديش وقت راهو تشيح تشوفها صاي شيحت وقتها صاي نجمو نبداو نستعملو نخليوها تبرد وناكلوها و 150 حاتي طومبيراتور 150 في الفور كالعاده كيما تشوفوا غريبة زوز حاضرين حطيناهم في الفور كيكة درجين وقعدها كل هكا في سهريه بعد شقا الفطر وكل شيء هكا بينا حاجه هكا نحليو بها وحاجه خفيفه اون بلوس حاجه خفيفه اون بلوس زوز باهي تو نبداو باش نزينوا الصحن نتاعنا باش نحط شيكر كلاس فوق ال اي فوق الصحن وفوق الزوزه نجيو الزوزه نحطوا طرف الشيكر كلاس من فوق بون نحط لهمش الكل شويه شويه واللي وفما شكون اللي ما يحبش السكر ما نحطلوش ما لازموش عليها كريمه ما نحطوش نجم نعملوها لايت مثلا نجم يعطيك الصحه انقص برشا سكر تجي خفيفة ومش حلوة برشا عندي شو تحب تعرف الوقت هذا ما قعدتش بالكل معناتها حتى الوقت جملة ما خذيتش برشا وقت خذيتش برشا وقت جوست شوية وقت في الفور وكهو حتى الفور درجين درجين ما قعدتش برشا في التحضير ما قعدتش وقت في الفور زاد كيف لي روسيت الساهلين والبنان هذو ما يتسموا اختيارك الوصفة هذيا ان شاء الله المشاهدين اذا عجبتهم وصفتنا وكما تشوفوا معناتها ساهلين برشا وما يتكلفوش وبنين وما يتكلفو لا بون من ناحيه ما يتكلفوش الزوز كي تاخذ شويه كي تاخذ شويه زوز ما تكلفش ما تكلفش باقي كلها معناتها المقادير معناتها متواجدين وساهلين وما يتكلفوش وفي قدير كل عبد كيما يقولوا كل قدير وقدر اسمع شاف محمد في رمضان واحد يهون شويه فتيجي فيك هو رمضان مباركته راه رمضان مباركته ما تنجمش تحكم عليه نجمش نحمو احنا في رمضان برشا حاجات ونجمو نحيو الزوز ونعوضو بفريسيك واحد اخر كيما نجمو نعملو باللوز كيما بالبفريو زاده نجم بالفصدق انت شنو تحب احنا حلقتنا وفاتنا نتلاقاو في برنامج حالي معنا على قناه تونسنا وشاهد طيبه الناس الكل